شوف شوف اللي عنده مريض شلون شبابنا. السلام عليكم. طبعا انا هسه بشارع المستشفى، هاي مستشفى الشطره وهاي الطوارئ، هذا الشارع اكثر من 50 مره مناشدين. شوف المريض شلون ينزل، المريض يطلع جوا المستشفى لان ما يقدر ينزل المريض. اللي عنده مريض لو يجيب له بلم لو يجيب له بيكم يطلع جوا. شوف مجار بوري سووه عمي سويته. اذكروا اذكروا هسه مو يقول لك اذكر محاسن موتاكم، احنا بيش نذكركم؟ خلينا نفهم بيش نذكركم. هاك يعني هاك شوف هذا الشارع، هذا الشارع. فاحنا اكو مسؤول عندنا، مسؤول ما اعرف انا ما جاي افهم. هذا المستشفى، هاي الطوارئ، وهذا الشارع. 16 سنه سويتوا قبات حجر الطحين سو والله ما ادري انا افتي من 16 سنه ابوي سووا شيء؟ شفتوا شيء انتم؟ ملموس لا الله عليكم. جوز انا بكبسل ما ادري بروحي. لا هسه انا مالي شغله بالمدن هاي، بس انا احكي لك على المستشفى. نار نار هذا نار عمر كلنا هذا؟ ماي هذا ماي. اصبح اصبح افتح خطوه افتح خطوه. هذا واقع هذا مستشفى ترى اخوان على باب المستشفى. وانتم 16 سنه سويتوا بالبلد، سويت لكم شيء؟ ومن تطلع مظاهرات في العالم تقول لك جوكر لو متعافي. ها صور 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 المستشفى حتى المصرف داخل ما مالي جو. اللي عنده مريض يجيب له بلم. اكو مسؤول بيكم شريف 16 سنه بس افهم ايش سويتوا. مو الناصريه كلها الحكومه كلها من الناصريه، بس من بابا جايبين مو صح لو لا يا بي. كلها الحكومه من الناصريه وهذا الحال. هسه بعد شوي يجي التنكر يسحب. اسوي له مجار وظيفه واخلص العالم 50 مره الناس انا قصدي اطب المجار. هاي مجاري هاي 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 مو بس مطر يا اي مقام لو. هاي مو بس مطر، هاي مجاري وياها، هاي مجاري وياها. فاحنا نريد نشوف يا يمشي عنا عمي يا دوله. خلينا نشوف العالم يقول لك تطلع مظاهرات انت متعافي، وين متعافي نحن ايه؟